أفكر بالمستقبل حتى أنا أفكاره يستقبل أنا بأفكاره وأستقبل لا داعي يفلح ولا داعي يقبل بنايا الجنون وانا الكل فيني مفتون ومطر عندك مزبون خرقش مخبار خرقش خرقش يا مرهون الدنيا حضور لا دا يفلح ولا دا يقبل الدنيا ديجيتال ديجيتال سبحان الشعبان يقول لك الدنيا ديجيتال كيف علي انت مخبرني ديجيتال ها ايش رايك باللي سويته يا مرهون؟ ما يحتاج تعجي مسكتك بك انك خدمتيها زين الله زين اقول لك انا كم اللي في البيعه هذه نصيبي كم يعني يا الله دبوش قام يطعني في راسي يا اصيله ها دبوش انت غبي لهالدرجة ما جيت تخبرني خلنا نسير مشوارنا الا لما شفت اصيلة هنا عمي اسمح لي اسمح لي انا فكرت هذه ام محمد صاحبة الارض ولهالدرجة وصل غباك ما تعرف تفرق بين عمتك اصيلة وبين ام محمد والله لو حست اصيلة بشيء ما تلوم نفسك يا مطيران ما تلوم الا نفسك عمي ذريني 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 يا عمي بتنقع زين قول هاي ايش سويت؟ ماشي يا عمي حصلت رقم راشد اخو خالتي رضية وكلمته وقلت لنا عمي يبي يزوركم متى تشوفون الوقت اللي يناسبكم زين وبعدين عمي خلينا اكمل شوي اثنين يا عمي خلاص كمل عمي الرجال طلع ذكي عمي والله جلس يسالني ايش نوع الزياره عاديه ولا فيها شيء قلت له انا ما اعرفه بصراحه يعني قال زين خليه يتفضل معانا في اي وقت بس ما ينعم كي قال وقال لي بعد خليه يتصل فينا يمكن يكون حماه موجودين هو قال كذا يا عمي غير يلا غير الظاهر يا مرهون مستقبلك بتحقق في كل احلامك عقارات وزوجة جديدة والبقية تأتي يا الله أمل تعالي شوية حطي يدينش انت شوية حطي يدينش ايش في خالتي؟ هذا الدبوش يطعني في راسي ما في شيء خالتي والله ما في شيء انت توهمي ان في دبوس ليش اتوهم وانا قالوا ليش مجنونه اتوهم ما انت حقيقه هو شوفي هو
الدبوسه. او انا ماسكتنا بيدين يا وا وا. ما دام ماسكتنا طلعي انت. ما اقدر اطلع، لازم اروح الدكتور. تريدي تروحي حق الدكتور علشان تطلعي دبوس؟ لازم اروح بعد اليوم لازم اروح، وبتشوفي اذا انا ما جبت الدبوس في ديني وراوي شيء. ما انا ابوي حمدان قربت ساعتك بقى، قربت ساعتك. لا بعدها ما حد شوي يكتب لي شوية محو ويريحني من هالمشالة هذه كلها. والله ما احنا هذا اللي يسمى الحب، هذا بلية ابوي يكتب لي ابو نعم. يلا ماشي ابوي، من يجي مقهوم من المكتب فاتحة بالموضوع ويخلي يحل لي هاي المشكلة. ولا تراني انت حرام واحشر نفسي بشكلي. شكيل مرة واحدة؟ لا بالا، الموت مر والحياة حلوة، ماشي عندي حق ماشي. الله يا خليل، أنا ما كنت أتوقع أني أنا أبيع بهذه الطريقة. الناس ما تصدق تشوف تنزيلات، المهم أنهم يشتروا هواتف جديدة أو أنهم يغيروا هواتفهم القديمة حتى لو كان ما فيها شيء. نعم. أنت خايف علينا من الخسارة يا نصيب؟ لا تخاف يا خليل، إحنا بس قللنا نسبة مكسبنا، أما الخسارة إن شاء الله بعيدة عنا. كنت ما تشوف المحلات الثانية كيف مغتاظة منا لأن أخذنا منهم الزباين. أنت بس ما عليك من لا تخاف، خليك متفائل معي ودائما تذكر بكرة إن شاء الله تشوف حالنا كيف يصير. تذكر أنك أنت مع نصيب صاحب النظريات والأفكار، ما يهمك. ما عاد شيء خليني أتفائل فيه يا نصيب. ليش يعني؟ عشان خليفة صار عمك؟ نصيب! أنا ما حيد نقلت شيء غلط؟ صحيح إن خليفة صار عمه؟ يا أبوي زريع! خلصي يا ابوي خلصي. اي ما صار الثياب من ديك الساعه جهزيهن. انا جاهزه خليفه، بس انا جالسه احرس ولدي خليل. احن اللي اسمه خليل يقول لك انه جاهل ويشرب حليب بعده. يا ابوي خلينا نسير الحين، وبعد كم من يوم تعال شوفي. بعد كم من يوم؟ ليش؟ كيف ليش؟ انت نسيتي انك عروس؟ ها؟ ولا باغي تطلعي من بيت زوجك من اول يوم؟ ايش بيقولوا عن الناس؟ ما نعرف الاصول؟ ولا حضرتش نسيتي عادات الزواج؟ لا خليفه ما نسيتها. ديت هالصوت انا. يلا الله اكبر. بعدك جالس تاكل؟ اطلع من هذا البيت، ما اريد اشوفك مره ثانيه، واذا شفتك بكسرك تكسير. انت فاهم يعني ايش بكسرك تكسير؟ يعني بطحنك طحان. اطلع برا. أقولش أنا برا، أقولش لحقيني. خليل أنا ما سويت كل هذا إلا علشانك أنت يا خليل. أنت تعرف أنا ما أطيق خليفة، سويت هذا كله علشان أحميك من شره، عشان ما أدخلك مشاكل ولا أدخل نفسي معاه مشاكل. بعدين يا خليل أنا خلاص صرت زوجته، لازم أروح معاه، وإن شاء الله يا ولدي كل يوم بجي أزورك وأشوف طلباتك. خليل لا تتخلى عني، أنا محتاجتنك يا ولدي. you
تفضل تفضل. ابا اعرف كم جابت الارض؟ جابت 14. انزين عطني ملكيه الارض والكروكي والتوكيل البيع اللي عندك. خير ان شاء الله. ايش اللي صار يا ام محمد؟ خير؟ انت متاكد ان الارض جابت 14000 ريال بس؟ طبعا متاكد. انت عطني اوراقي. خير. ايش هناك يا ام محمد؟ يمكن انت اللي عملت شخصيتي قبل شويه، ما حد غيرش يسويها. لا والله انا يعني ام نصير، لكن ما يمنع اذا استويت ام محمد في المستقبل. انا بعد تراني ما فاهم شيء. الحين بتعرف كل شيء. فاضل تعال بسرعه. فاضل السلام عليك يا ام محمد. هو ابو بكرش؟ فاضل هذا انا اللي مطرشت لنا عشان يشوف بكم بايعت الارض. بايعت اياها 16000، خبرتني انك بايعنها ب 14000. وين النزاهه؟ وين الامانه يا مرهون؟ اثاريك طلعت مثلهم. يا الله يا دبوس. حمدان غداءنا بيبرد وانت بعدك الحين ما قلت شيء؟ مالك تكلم؟ مو عندك ناب؟ مالك سكت؟ اقول اخوي مرهون. خير؟ اخوك حمدان ناوي يتزوج وباغي انك تسير معي ترابعني يعني. وين اسير معك؟ وين رابعك بعد؟ تراها ثريا وتزوجة خليفه وسالفتك القديمه انتهى، ايش بعد باقي؟ انت فهمتني غلط مهون. انا قصدي تروح ترابعني اخطب رضيه من عند اخوتها. ايش؟ يعني قصدي اني يعني ارتاح واشوف مستقبلي معها، ارتاح شويه. اسميك انك اختمتها مجرد؟ الحين فهمت ليش تعاملني بهذه الطريقة، لأني ما تزوجت ولدها خليل. إيش؟ علشان رفضت تتزوجي خليل تقوم تتعامل معاك بهذه الطريقة؟ لا 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 لا، ما أعتقد. يعني إيش بيني وبينها؟ حرمة كبيرة وأنا أحترمها، وهي ما أعرف ليش تعاملني باحتقار. إيش تفسر هالمعاملة؟ طيب يا زهرة، إيش المطلوب مني الحين؟ المطلوب سبق وان تكلمنا فيه، ولا تريدني اذكرك؟ ماجد، نحن لازم نشتري لنا ارض ونبنيها على كيفنا. يا زهرة، احنا هذا الموضوع خلاص اتفقنا فيه من زمان. لكن لو استمرت زوجة ابوك تعاملني بهالطريقه وتجرح شعور امي، لازم نوضع حد لهذا الموضوع، لان انا ما اقبل الاهانه لنفسي ولا اقبلها لامي. انزين قولي لي كيف. تشوف لنا بيت ثاني ونسكن فيه. ايش يعني؟ ما ناويين تعطوني فلوسي ولا ايش؟ كذاك انتوا اصحاب الجمعيات تسرقوا الناس عيني عينك؟ يا اخوي يا سعيد،
الحين انت ما حد سرقك، المفروض انك انت ملتزم معنا بدور، وللحين دورك انت ما وصل، انت ليش بتجاهل هذا الشيء؟ وانا ما جالس انتظر دوركم انتو، شوفوا لكم واحد ثاني الضحكة عليه. الخبر الاكيد اللي عندي ان الجمعية انسرقت وانتو قاعدين تماطلوا الناس، وين عندكم القانون؟ وينه؟ اللي مخلينكم كذاك تسرحوا وتمرحوا وتضحكوا على الخلق. يا اخوي هذه مجرد اشاعات، الجمعية بخير، نحن هدفنا مساعدة الناس، بس هذا الناس يضيعوا على بعضهم بعض، هم اللي سووا هذه الإشاعات. أنا هذا الكلام كله ما يهمني ولا يترس لراسي، بس الحين اللي أريده أنكم تعطوني فلوسي. يلا يا أصيلة طلع الفلوس. يا سعيد يا ولدي اصبر علينا كمين يوم وفلوسك بيكون جاهزات. إيش كمين يوم؟ أنا أريد فلوسي تو، يعني حالا. ايش فيها صحيح؟ لو صبرت كم من يوم نحن لا قائمين نسافر ولا قائمين نهرب. اصبر يا اخوي شوية اصبر. لو انا صبرت عليكم البنك ما بيصبر علي. انتوا ما حاسين كيف انا جبت هذه الفلوس؟ تسلفتها من البنك، والله تسلفتها. اه خلاص يا ولدي ما يحتاج انك تحلف ومصدقينك، بس انا اقول يعني تعطينا كم من يوم يعني فرصة لها وفلوسك ان شاء الله بنعطيك اياها. سامحيني اقول ايش ما اصدق، واروح اخبر الحين كل اللي مشاركين في الجمعيه انها انسرقت، وانا اليوم جالس لكم هنا ما اتزعزع الا ما تعطوني فلوسي. ما غلط بكتبكم هذا ولا ما اكون زايد من عالم الزايد؟ ولا انتوا الحين جايين تضحكوا علي انا؟ تبايعوني ارض بتاع مرتين من قبل وكل واحد من المشترين يقول انا صاحب الارض؟ يا اخوي يا زايد الله يزيدك من خير ان شاء الله. المساله وما فيها ان صاحب الارض الله يهديه وزع الكروكي على اكثر من مكتب. صحيح اي نعم صحيح. وانت عارف ان الارض موقعها ممتاز. ممتاز اي نعم. فكل هالمكاتب اللي توزع لها الكروكي باعوا الارض، ونحن واحد من هالمكاتب هاي. احن بالله عليك من غلطان؟ ها قول لي من الغلطان؟ غلطان صاحب الارض. الغلط منكم كلكم، كان يفترض انه يكون في تنسيق بينكم يا اصحاب المكاتب، او انكم تشوفوا صاحب الارض انه ما عارض ارضه في مكان اخر. المساله لازم يكون فيها ضوابط. زين اقول لك زايد يعني ايش المطلوب منه تو؟ المطلوب منكم تشوفوا اصحاب المكاتب اللي باعت الارض وتشوفوا لي حل. أنا أكثر واحد دفع في هذه الأرض، إذا أنا حق بها هذه الأرض، وعندكم لغاية بكرة، ولا راح أدفعكم غرامة، أنتوا سامعين ولا لا؟ صحيح إن الزمن ما تغير، بس أهل الزمن متغيرين. رحمتك رحمتك يا رحمتك يا معين. نعم أصيلة خير. كيف ما في اي مشكلة يا دكتورة؟ ولا ذا الدبوس بو يطعني في راسي كيف؟ ايش هذا الكلام يا دكتورة؟ ما في دبوس ولا شيء يا اخت اصيلة، انت تتوهمي ان في دبوس داخل راسك. اتخلصي من هذه الفكرة بسرعة قبل لا يصير شيء لا سمح الله. ايش بيصير يعني؟ ايش بيصير اكثر من هذا الدبوس بو جالس يطعني في راسي؟ ها قولي ما عارفة تطلعي، قولي. يصير خير يا اصيلة يصير خير. يصير خير ما ظني. قاعد دكتورة. خير دكتورة. على كل حال
أنا بكتب لها بعض مسكنات وإن شاء الله بصير أحسن، وإذا حست نفسها تعبانة أكثر يا ليت لو تراجع المستشفى. يعني ما محتاجة لعملية؟ وليش العملية؟ عشان تطلع الدبوس؟ أنتوا الظاهر كلكم عندكم دبابيس، وهذا مرض جديد عقدة الدبوس. يا دكتورة يا دكتورة الله يخليش، أنت إذا تحسي حالش ما رايم تطلع الدبوس من رأس أمي كان قولي لنا بصراحة، إحنا ترى مستعدين نوديها للعلاج في الخارج وعلى حسابنا. عقدة الدبوس تنتقل من الكبار إلى الصغار. صحيح، يا دبوس اليوم بفلوس بكرة يكون ببلاش. اي نعم. لا 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 لا، هذا الشيء غير طبيعي. أنا قايلة من أول أن هذا الشيء مو طبيعي، قايلة من أول، لكن أنا الغلطانة أنا ولا دبوس في راسي؟ أنا دبوس؟ أنا اللي قصدته بأنه غير طبيعي أسراركم كلكم أن في دبوس داخل راسك يا أخت صيلة. أنتي إلين تو ما مصدقة؟ ما مصدقة؟ أنا غلطانة، أنا غلطانة، جيت عند واحدة ما تصدق اللي أشتكي منه. خلاص أنا خارجة من هذا المكان، ما أريد أتعالج في المستشفى، خذ عني. نصيب. نعم بس. سير ورا أمك إن شاء الله، وأنا بجيكم بعدين. يلا دكتورة، أولا أنا آسف على الكلام اللي قالته أصيلة، وأتمنى أنك تعذريني. ثانيا أنا متأكد ومتأكد 100% أنه ما في دبوس في رأس أصيلة، بس هي تتوهم هذا الشيء. عشان كذاك أنا أريدك أنك تساعديني. يعني أنت مقتنع أن أصيلة ما عندها شيء؟ 100%. إذا زوجتك عندها حالة نفسية، أكيد مرت بظروف معينة صعبة وسببت لها صداع وبعض الوخز في الرأس، وشكت ان في دبوس داخل راسه، وصارت ما قادرة تتخلص من هذه الفكرة. هاي انت حللتي حالتها بالتفصيل، بقى الحين العلاج، كيف نعالجها؟ في الوقت الحالي ما راح تتقبل اي علاج، وخاصة بعد ردة الفعل اللي شافتها مني. بس انت جيبها بعد يومين وانا بخلصها من حالة الشك اللي عندها. احسنت يا دكتورة ومشكورة وجزاك الله الف خير، وانا ان شاء الله بعد يومين بجيبها المستشفى. يلا الحين على ذنبك، مع السلامة. الله معك. اي راسي. ما تشوفين ان شاء الله يا نصيف، ما تشوفين ان شاء الله. ان شاء الله سلامتش خالتي، ان شاء الله ما تشوفي الشر. الله يخلصش ان شاء الله من هذا الصداع بقبض اللي شراسش. أنا ما أشتكي من الصداع يا رحمة. عجب من مو تشتكي يا خالتي؟ أشتكي من الدبوس مو يطعمني في راسي. دبوس؟ بيكون عجب هذا مر الحافش؟ أعطيني أشوفها. خليها يا رحمة، خليها. الدبوس بعده بيطلع، خليها. كيف الدبوس يطلع والدكتورة تقول إنه ما في شيء؟ كيف يطلع الدبوس وهي ما راضية تصدق ان انا في راسي دبوس؟ قلت لكم خلونا اطلع انا هذا الدبوس اللي في راسش، اذا الدكتورة ما قادرة تطلعه انا اقدر اطلعه. كم قالوا لكم يغلبني انا الدبوس وانا بنت حمدان؟ لا 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 لا، ما لك انتي الدبوس له وعده بيطلع، بعدين شري بعدين شري، الحين ماكله هي حبوب عشان تنام شويه. بتركين انت ايش هاي معك؟ انزين خالتي نام انتي تو وبنت صحيه، خلينا انا اشوف شغلي مع هذا الدبوس، يا انا يا هو. الدبوس ارحم يا بنت اخوي ارحم. عم انت قلت شيء؟ لا ما قلت شيء، ما قلت وحده شيء. لا لا عم انت قالت شيء. ما قلت شيء، قلت انك ختمتيها زين يا بنت اخوي. اوه تو مالك خليل؟ عوزت الاشياء تو، انت مو في جنات ولا مو جنسك يا اخي. لازم اجن، لازم اجن. انا قلت لك الف مره انا ما افهم في الرياضيات، هذه الماده بالذات انا راسب فيها غبي، وانت ليش مصر تعيد وتزيد اني اراجع هذه الفواتير؟ ليش يا اخي؟
عجب انت مو تسوي لو كنت جالس تفكر في الموضوع اللي انا جالس افكر فيه. انت فكر في اللي تريد تفكر فيه، بس خلصني من هذه الفواتير. زي اسالني لك، مو جالس افكر في ايش تفكر يا نصيب؟ افكر يا خليل في القديم الحديث، افكر في الماضي والحاضر، افكر في احزان الفرح وفرح الاحزان. يا لحزن الدودة حين تفقد الذاكرة. في ايش تفكر يا نصيب؟ في ايش؟ افكر في موضوع الزواج. فكرتك انك تفكر في شيء جديد، في اكتشاف مهم، في اختراع. تو مالك خليل؟ وموضوع الزواج هذا ما مهم؟ هذا اهم من اي اكتشاف او اختراع. سبحان الله خليل، كل ما اقترب من وحدة اشوفها تنفر مني وتبعد يا اخي. كل ما ادور اذا كان عندي عيب ولا شيء ما القى عندي عيب. سبحان الله. صحيح انك ما فيك عيب يا نصيب، لكنك ما تعرف تتصرف. ولا بذمتك في واحد عاقل يوقف عند باب المحل واي وحده يشوفها يقول اريد اتزوجها؟ انا رايح. اين رايح؟ تعال، اين ساير؟ يا اخي بروح اشم هوا، اطلع برا، انفجرت من هذه الفواتير. على فكره هذه الفواتير كلها غلط ولازم تراجعها. مع السلامه يا نصيب. هو مالك ده؟ يلا قدوري انا يا فواتير الهنا. هذا 300 ريال. حمدان؟ نعم. انا بس اشوف حل المشكله ازاي. واعرف موضوع الارض هاي اللي انباعت لاكثر من واحد. اجي معك هنا؟ لا ما في داعي يا حمدان، خليك انت هنا، خليك في المكتب. هاي مطر بيجي معي، اخاف حد يجي من الزباين وما يحصل حد. احنا ما نريد نخسر اكثر من اللي خسرناه. صحيح صحيح صحيح. يلا يلا فوق فوق الله فوق الله. يلا يا مطر خلي. يلا شو وضع شو؟ لا تعرف انت. اقول كثير ساعد عمك مرين، وفي الطريق ذكروا على موضوع زواجي. اذا ما ذكرت في العقل عائله ان شاء الله عليك. طيب تفضل. شير ان شاء الله يتحقق هذا الامر. وبعدين؟ بعدين يا عمي طلب مني مثل ما انت طلبت مني. وايش طلب منك؟ طلب مني اني ادور على تليفونات اخوان خالتي رضيه واتصل فيهم واقول له اننا بنزوركم. زين، وايش قلت له؟ انا ما بيديني شيء يا عمي غير اقول له حاضر يا عمي وان شاء الله. والحين ايش العمل يا مطر؟ ايش العمل؟ ما اعرف يا عمي ما اعرف. الحين انا اللي اسالك الحين، ايش اللي بنسويه الحين؟ والله ما اعرف ما اعرف ايش اقول لك يا مطر. ما اعرف ما اعرف. تعاي لازم تعرف يا عمي، لازم تعرف عمي. انت ليش ما تصارع عمي حمدان؟ قول له اني اريد اتزوج رضيه. ما اقدر يا مطر ما اقدر، اخاف حمدان يفسر الموضوع بشكل ثاني. ما اقدر. كيف يعني؟ يعني اخاف يقول اني انا مطمع بالزواج من رضيه بعد ما كلمني عنها. بعدين بيني وبينك يا مطر ما اريد يصير اي شيء بيني وبين اخوي بعد هذا العمر. كانك نويت تتنازل لعمي حمدان. اريد اقول لك يا مطر بعدني ما اعرف ايش اسوي وما اعرف ايش اقول. متنهي والله متنهي. نعم لازم تعرف يا عمي لازم تعرف، لان عمي حمدان ما بيخليني. كل شوي بيسالني ايش سويت في موضوع راشد وحمود واخوان خالتي رضيه، اتصلت فيهم كلمتهم. انا عارفه بس ما بس تعرفه، لكن تخلينا نفكر في البدايه ايش نسوي وبعدين يصير خير. عمي ماشى وقت ماشى فرصه، لان عمي بيجلس فوق راسي بيجلس فوق راسي ايش سويت وايش ما سويت. انا اعرف كلامك صحيح نعم، لكن ان شاء الله الموضوع ما بيطول يا مطر ما بيطول، وان شاء الله يصير خير. يلا انا روحي متنهر ومتعذب والله ايش اسوي. اخوي ترى اخوي. يلا يلا ما يستوي هذا الكلام. كيف ما يستوي والله هداك يا خليفه؟ كيف ما يستوي؟ روح العرض على شاعر يا علي يا ابوي. ما يستوي الكلام يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل تفضل. اشوفك ما رديت علي يا حمدان، ولا مكتبكم هذه درجه عاشره، يعني يوعد الناس وما يقدر ينفذ بوعوده. سمعت؟ واحنا وعدناك بايش يا شعبان وما نفذنا وعودنا؟ قول لي. خطبت من عندكم وما رديتوا علي. خطبتوا حمي؟
متى خطبتها؟ حد ياب اسم ثقيله دي، حد ياب الحينه. طلبت تخطبوا لي وحده من الخارج. ابوي اسمعني شعبان. احنا بعد اطلاعنا على قوانين المكتب وجدنا ان احنا ما ممكن نتعامل في هذه المواضيع، وخاصه اللي يبغى يتزوج من الخارج. عيب اول وعدتوني. ليش ابويا ليش؟ لكن اخبرك لا مثل ما اقولكم تراكم لما بغبغت كلام بس، اما الفعل معدوم. تا 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 لا 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 ايش هاي؟ بمشي ادور لي مكتب ثاني يساعدني في موضوعي قبل ما يفوتني القطار مثل ما فات بعض الناس. لا لا وانت الصادق يا شعبان، بعض الناس بيركبوا طيارات ما قطارات. وبتشوف وبتشوف حبيبي العبرة في انه يضحك في النهاية. لا با لا، العبرة في اللي يتزوج في الآخر، فهمتني با؟ انا احتاج الارض تصير ارضي انا لان انا داهم فيها اكثر. تمليك الارض ما يستوي بزياده الاسعار يا زايد. عقب كيف يصير التمليك؟ الارض من حق الشخص اللي اشتراها اول واحد، وانا اول واحد مشتري هالارض. الارض ارضي انا وهي من نصيبي وانا دافع قيمتها. وانا بعد دافع قيمتها. والارض انا مشترينا وانا مشترين على الارض. لحظه يا جماعه لحظه، ساعطيكم المجال، ساعطيكم المجال، سيعطيكم الاخ علي المجال، سيعطيكم المجال، صبر شويه يا جماعه الخير، خلونا نتفاهم ونحل مشكله الارض هذه. الاخ علي ممكن اتكلم؟ تفضل لك مرون تفضل. انا اعتبركم اخوه وانتم فعلا اخوه، انتم الاربعه حبيتوا تزوجوا وحده، ها كل واحد منكم يريدها، ايش تسوون بالله عليكم؟ ايش تسوون؟ تتقاتلوا عليها؟ تتضاربوا علشانها؟ ولا احسن تتفاهمون؟ اكيد نتفاهم، اكيد بنتفاهم. وانا بعد عليكم نور. عجب ما دام المساله كذي، اعتبروني انا اخوكم وتنازلوا لي على الارض. ها وايش قلتوا؟ تم تم عز الله تم تم. حي ابو اسمين لك ختمتها زين يا عمي مرهون، والله من يصدق ان الموضوع ينحل بهالسرعه. تعرف يا مطر أنا استفدت من هذا الاجتماع في موضوع زواجي من رضية، استشرتهم فيه من غير ما يحسوا. على كذي أكيد أنت قررت شيء. قررت لكن بعدني بفكر أكثر، وبعدين بيكون قرار النهائي. ها أستاذ نصيب، كيف شفت الفواتير؟ ما أحسن من الزواج؟ خسرنا خسرنا يا خليل خسرنا، هذا موضوع التنزيلات خسرنا. كيف؟ تلخبطنا في البيع، كنا نبيع الجهاز أقل من قيمته الحقيقية، وهذا تسبب في خسارة كبيرة. ما معقول. كيف ما معقولة؟ كنا فرحانين إن نبيع بسرعة وبكثرة بدون ما ناخذ بالنا على نوعية الأجهزة، قمنا نبيع الأجهزة الرخيصة والغالية بنفس الثمن، وهذا كله خسرنا، تسببنا في خسارة. وين زارة في هالوقت؟ سايرة أودي أكل حل ولدي خليل. يا سلام، وإيش قالوا ليش بيتي مطعم ولا مطعم؟ يعني إيش يا خليفة؟ أخلي ولدي بدون أكل؟ يا بوش ولدش فيل هاي ما يسد هالأكل، فيل يبغى له غابة. حرام عليك يا خليفة، حرام عليك، ولدي يجي من الشغل تعبان باغي ياكل. لا والله ولدي ايش بيبلعش انتي ولا كل شالته من حاله؟ وبعدين سمعيني، هذا بيت ما مطعم، اذا ولدش جوعان على قولتش خلص يدور له شيء من المطاعم ويقرع هناك في ذلك المطاعم، المطاعم تارث البلاد، وعنده بنت زيدي مره ثانيه اكل، سمعتيني؟ انزين خليفه، عقب اقول لك شيء احط الاكل واصير اطبخ حال ولدي وارجع. لا والله قصي علي، ضحكي علي، أثاريش
انت ما شال الاكل حوالديش. انا خليفه واعرف وش زين. انت سايره تشوفي خليفه. انا ما اسمح لك تغلط علي، سمعتني؟ لا تسمحي، انا بعد ما اسمح لك انك تطلعي من بيتي، سمعتيني؟ رحمة، حسيت فيك انك ترجع من برا تبى تاكل وما تحصل اكل، قلت عاد اكيد انك غدا عشان تتغدى بالهنا والعافية. يعني انت كنت تراقبيني؟ انا ما كنت اراقبك خليل، لكن احساسك كان يقول لي كل شيء عنك انت. خلو شل الصينية عن راسي، راسي قام يعورني، احس كأنه دبوس فيه. واي 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 واي. مشكورة 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 يا رحمة. اقولك خذ الصينية بالاول، لا تراني تعبانة وراسي عورني واجد. واي واي واي. ما كان له داعي. هذا شيء بسيط خليل، بس انت ما يهمك، غداك كل يوم بتحصله عندك، بس لا تشيل هم. احسنتي احسنتي يا رحمة احسنتي. بالهنا والعافية خليل، مع السلامة خليل. مع السلامة مع السلامة يا رحمة. مامي. خليك محاور لا لا تداور، فكر وشاور المنطقية. يا حساي ما طحت واقف، كل ما أجاز دارت علي. خليك محاور لا لا تداور، فكر وشاور المنطقية. يا حساي ما طحت واقف، كل ما أجاز دارت علي. العمر عدى والراس صدى، ما عاد فيا كل ما نحاول، محنا نزاول ننشات فاول ضربة قوية. خليك محاول لا لا تداول، فكر وشاول المنطقية. هيا حساي ما طحت واقف، كل ما جاز دارت علي. اسمع حازم سامح وعازم، شد العزايم بنفس قوية. وين دكانك؟ ارجع مكانك، افهم زمانك.
فكر شوية. خلك محاول لا تداوم، فكر وشاور بالمنطقية. هيا حساية ما تحتي واقع، كل ما أجازف دارت عليا، كل ما أجازف دارت عليا.